كثير من الأشخاص أو أغلب الأشخاص بعد الانفصال أو الطلاق الأولاد هنون بيوقعوا ضحية هذا الانفصال للأسف وبيكونوا الحلقة الأضعف، وممكن يصيروا الأطفال بهي الحالة هنون نقطة نزاع بين الطرفين وممكن تصير مشاكل كتير كبيرة بسبب هذا الموضوع. للأسف يا عفاف أغلب الحالات اللي عم نشوفها حاليا عم بيكون هي المشكلة الأساسية بعد الانفصال. حكينا سابقا يمكن بحلقات سابقة عن الحضانة، لكن اليوم رح نحكي بشكل موسع أكثر عن بعض التفاصيل والشروط القانونية. إمتى ممكن الأم تخسر الحضانة؟ شو هي شروط الإراءة الصحيحة؟ كتير بنعرف أنه للأسف بيتم التلاعب أحيانا من الطرفين بموضوع الإراءة والحضانة لصالح جنب أو طرف معين. لنتعرف على كل هاي التفاصيل خلينا نقول صباح الخير للأستاذة والمحامية رنا ديب اللي صارت معنا بالاستوديو. صباحك أستاذة وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير سلمى، صباح الخير إليك ولعفاف وللمشاهدين جميعا. يسعد صباحك أستاذة رنا. يعني هذا الموضوع اليوم نحن عم نقول أنه الأم ممكن بحالة من الحالات تخسر حضانة أطفالها. قبل ما ننتقل لهذا الشق اللي هو الأهم بهاي الفقرة، خلينا نعرف بالأول مفهوم الحضانة شو بيكون ومدته لكل من الأم والأب حسب القانون السوري. تمام، مثل ما تفضلت وذكرت انه نحن لما نحكي عن الحضانه بنكون دائما عم نقول نحن في حاله خلاف بين الاب والام. هذا الخلاف ممكن يكون فقط خلاف ومنفصلين، كل واحد قاعد ببيت لسه ما تمت اجراءات الطلاق، وممكن يكون في حكم طلاق صادر بين الاب والام، فبالتالي الولد بده يعيش مع واحد منهم كل فتره بحياته، فبيكون احيانا للام واحيانا للاب، ولا راح احكي فيها بالتفصيل. هي الحضانه مين اللي عم يحضن الطفل؟ بس نحن المفهوم الغلط عنا انه الام لما بتنفصل عن زوجها بتقول لك حقي الحضانه، او الزوج بصير بيقول هذا حقي. الحضانة أنا دائما بقولها هي الكلمة وبأكد عليها، الحضانة لا حق للأم ولا حق للأب، ولو أنه فيها شيء من حقوقهم، ولكن هي حق للمحضون، هي حق للطفل. والقانون لما بيجي بيحكي عن موضوع الحضانة وبيحدد مين الشخص المناسب للحضانة ومين الشخص بأنه عمر بتنتقل الحضانة من أب لأم لجدة إلى ما هلانك اللي بنحكي فيهم، بيكون عم يطلع على مصلحة المحضون وليس على مصلحة الحاضن. ولذلك الخلاف المفروض ما يتم عن موضوع الحضانة، وأنا دائما لما بحكي عن هالموضوع عن جد بحس بغصة. ولا مرة مرقت علينا، أو خلينا نكون منطقيين قليل جدا ما مرقت علي حالة فيها انفصال فيها سلاسة بالتعامل مع موضوع الحضانة أو سلام. دائما في مشاكل، دائما بيحاولوا يلووا إيدين بعضهم بالأطفال، وهذا أكبر غلط. يعني وقد ما حكينا بصراحة بلاقي الناس متشبسة لسه بأنه بدي انتقم من شريكي اللي كان شريكي بطفلي، يعني وهذا الشيء كتير خطأ، أو العكس طبعا. فهي الحضانة شو قال عنا القانون؟ قال حضانة هلأ التعديلات الجديدة، يعني ما عادت كتير جديدة، بس يعني سابقا كان يقول الحضانة بتفرق بين الذكر والأنثى، اليوم لا، قال الحضانة ساوى بين الذكر والأنثى 15 سنة. بعد 15 سنة للأم طبعا، بعد 15 سنة صار بيتخير الطفل بين أنه يبقى بحضانة والدته أو ينتقل لحضانة أبوه. طبعا القاضي بيسأل الطفل وبياخد رأيه وبيشوف كمان إذا كان هو فعلا هذا الرأي هو الأنسب لمصلحة المحضون، وإذا كان الشروط متوافرة في الحاضن اللي اختاره الطفل لحتى يكون هو بحضانته. هاد تعريف الحضانة مثل ما سألتيني عنه عفاف بشكل عام. طيب أستاذة رنا، خلينا نحكي عن شروط الحضانة. اليوم نحن بنعرف سابقا كانت الأم خلال العمر الصغير مثل ما قلتي لعمر تقريبا 15 سنة أو أزيد شوي مع الأم، هذا حسب القانون السوري. بعدها بيتم تخييره، بتحب تروح لعند الأب أو تستمر بحسب كيف الوضع العائلي. كنا بنعرف إذا صار شيء للأم تنتقل حضانة لوالدتها. صحيح. حالياً القانون غير هذا الشرط وصار إذا صار شيء للأم مو شرط تروح لوالدتها، ممكن يروح للأب. وهذا تغيير كان جذري، يعني سنين حاول الطرف الآخر أنه يوصل لهي المرحلة، وصل لها. خلينا نحكي شوي عن هي الشروط والتحديثات اللي صارت. هلأ هي اسمها ترتيب الحضانة، أولويات الحضانة للطفل. فرح أحكي اليوم شو هي، سابقا ما بقى يهمني مثل ما تفضلتي كان للجدة، اليوم الأم هي رقم واحد بالحضانة لعمر 15 سنة، رقم اثنين الأب سابقا كانت والدتها، رقم ثلاثة الوالدة الأم الجدة، رقم أربعة والدة الأب يعني الجدة لأب، الأخت الشقيقة للمحضون، أخته لأمه، أخته لأبوه، أنا عم عدهم ترتيب دقيق يعني.
بنت الأخت الشقيقة، بنت الأخت لأم، بنت الأخت لأب، بعدين بتجي الخالات، بعدين العمات، بعدين بننتقل للذكور اللي هن بيترتبوا حسب بعد الأب طبعاً، لأنه الأب هو رقم اثنين، فبيترتبوا حسب كيف بيورثوا، يعني حسب ترتيب الإرث، فبتكون الحضانة لإلهم. هلأ الإشكالية اللي صارت واللي حضرتك سلمى سلطت الضوء عليها، إنه كتير أخذنا وقت والقانون لحتى انتقل خطوة، يا ترى هاي الخطوة إيجابية يا ترى سلبية؟ أنا رح أكون حيادية وأقول في أصوات قالت إنه هاي الخطوة سلبية، لأنه لنفترض إنه الولد بحضانة أمه، الأم قررت تتزوج لسبب ما، يعني ما بقدر أقول أنا ضدها ولا أني معها، بس هي هذا قرار بدها تعيش تتكمل حياتها بطريقتها، فعم تنتقل الحضانة للأب. طيب ما هي إما أقرب الناس لإلها وهي رح تكون ملازمة نوعا ما لأما بأي شكل من الأشكال، وهيك المجتمع نحن عنا، فإذا كان الولد عند الجدة اللي هي والدة الأم، هذا الشيء يعني ما بيكون كأنه بحضن أمه، والجدة يعني جدة أم الأم هي، يعني هذا صوت من الأصوات اللي أنا سمعتها. صوت تاني بيقول لك لا، الجدة هي بتكون عمرها كبير، ما أنا قادرة ترعى طفل، الأب أولى، الأب أقرب للطفل وهو قادر على رعايته، ولا سيما أنه القانون لما حط شروط الحضانة وهلأ بحكي فيها بالتفصيل، ولكن ذكر أنه شرط فقط يختص به الأب، وهو أن يملك الأب حاضنة من أقاربه من محارم الطفل مثل أمه أخته عمته للأب، فهذا الشيء مشروط شرطا في القانون. فإذا كان الأب بيملك هذا الشخص اللي هو يحضن الطفل ومن أقارب الطفل ومن محارم الطفل، فشو المشكلة إنه تنتقل حضانة الطفل للأب؟ اللي بدي أقول شغلة كتير مهمة، لنفترض إنه هذا الأب تزوج، هل قانونا أنا عم بحكي بتحييد للمشاعر وبتحييد النظرة المجتمعية، شو القانون؟ وأكيد القانون أخذ بعين اعتبار كل هدول القصص، المشاعر والنظرة الاجتماعية ومصلحة الطفل بالدرجة الأولى، بس القانون قال شغلة كتير مهمة، إنه لما الأب بيتزوج، زوجة الأب تشمل الصفة إنه هي حاضن يصلح لحضن الطفل؟ لا، قال القانون كان صريح، زوجة الأب ليس من الأشخاص اللي شرطهم القانون لأنه الأب يمتلك حدا من الحاضن لديه من أقاربه حاضنة، زوجة الأب ما منه، منطقيا زوجة الأب ما أنا منه، صحيح، يعني هذا الشيء منطقي إذا بتفكري فيه، زوجة الأب لا تمت بصلة للمحضون. أنا طبعا ما عم أقول إنه زوجة الأب مثل ما النظرة إنه هي حدا سيء، لا، نحن عم نحكي عن ما يجمعها بالطفل، كيف تهتمي بشخص إما بتربطك فيه عاطفة قوية، إما بتربطك فيه صلة دم، يعني واجبك او القانون بيلزمك انه هذا الشخص من واجبك انت تهتمي فيه. طيب زوجة الاب شو اللي بيشملها من هدول القصص؟ ما في شيء، ولا شيء، ولا شيء، ما في صلة رحم، ما في صلة دم، ما في صلة قرابة، ما في شيء. على العكس يعني هي في خلينا نقول نظرة سلفية انه هذا زوج امرأة اخرى، ف يعني ارضية ما لها عاطفية، في استثناءات بس انا ما فيني استعملها هي الاستثناءات، بحكي بالعموم. فهي بالنسبة للحضانة، ناس قالت إنه مع وناس قالت ضد، بالأخير القانون بيقول إنه تنتقل الحضانة من الأم إلى الأب مباشرة في حال سقطت الحضانة عن الأم أو انتهت فترة حضانة. طب هون أستاذة رنا بدنا نعرف شو هي الشروط اللي لازم تكون موجودة لما الأب بده يعمل دعوة نزع حضانة من الأم، أو شو هي الحالات اللي بتستدعي إنه نحنا نأخذ طفل من أمه، يعني شو لازم تكون الحالة بعدين ننتقل للشروط؟ الحقيقة نزع الحضانة من الأم هي من المسائل الشائكة جداً والصعبة جداً، ومو بسهولة يجي شخص يقدم طلب للقاضي لينزع الحضانة وقوم ينزعها فعلاً، في شروط مثل ما تفضلتي وذكرتي محددة ومعينة على سبيل يعني الحصر في القانون السوري، إمتى تسقط الحضانة عن الأم ويحق للأب أو حدا آخر يعني أنه يأخذ الحضانة من الأم، ينتزع الحضانة من الأم؟ أول شيء بده يكون في عنا فسق وفجور متوفرين ويثبت، يعني هلا صفيان القصه انه كل حدا بيروح بيقول انه بيدعي على حدا، هذا ما نو حكي، في عنا ادله، في عنا بينات، ممكن يكون ادله كتابيه، ممكن يكون شهود عيان، سمعه للام، القصه ما نا سهله. ممكن يكون في حالات مرضيه استاذ رنا، هلا نحن بشروط الحالات المرضيه ممكن تخلي انه الطفل ينزع من امه، هو الحاله المرضيه بتؤدي لسقوط الحضانه لعدم الاهتمام بالطفل كما يجب، لعدم رعايته كما يجب، لعدم تربيته تربيه اخلاقيه كما يجب. وحتى بيذكر القانون لما بيقول شو هي شروط الحضانه، الشرط الاول بيقول لك انه خالي الاب او الام او الحاضن يعني بده يكون سليم العقل وخالي من الامراض المعديه والامراض الخطيره اللي بتاذي الطفل، فاذا توفرت هذا الشرط اذا كان موجود فحتما هو من الشروط اللي بتسقط الحضانه.
الحضانه، ولكن نحن عم نحكي هلا بحال هذا الشرط ما كان موجود، شو هي الاسباب اللي بتخلي الاب او اي حدا اخر ينزع الحضانه الام؟ فاول شغله قلت انه الفسق والفجور. احيانا نحن بنشوف حالات وزيجات، وهي زيجات بتكون احيانا ناجحه، الاب من دين والام من دين اخر، وهذا ما في عليه مشكله، يعني اذا كانت الام على غير دين الاب، ولكن اشترط القانون انه الام لما بتكون على غير دين الاب ما تربي ابنها تربيه تخالف دين ابوه. فاذا كانت الحضانه معه وهي علمته تعاليم مخالفة لدين والده، فهذا سبب من أسباب سقوط الحضانة. السبب اللي كل العالم بتعرفه هو زواج الأم. شو اللي صار تعديلات؟ زواج الأم كان بالعموم إنه الأم لما بتتزوج فبتسقط الحضانة. اليوم القانون قال إنه الأم لما بتتزوج تسقط الحضانة إلا إذا ارتأى القاضي أن مصلحة المحضون في وجوده مع أمه رغم زواجه. وهذا الحكي كثير جدا إيجابي. مهم جدا مهم، لانه احيانا بالفعل بتتزوج الام، احيانا مشان ما نكون نحن عم نميل، نحن عم نقول فعلا شفنا حالات الام بتتزوج ما عادت الوضع بيسمح بحضانة الطفل، وشفنا حالات زواج الام ما كان سيء بالنسبه لطفل. فاذا القاضي درس الملف، حيثيات الزواج، كان عنده صوره مفصله عن التفاصيل، وشاف انه لا، مصلحه المحضون في بقائه عند امه، يمكن ابوه عنده ظرف أسوأ بكثير من ظرف طيب الام او الاقارب. يعني هلا نحن عم نحكي عن كل عن الامور بحد السلبي الاعلى. نعم. شو بيصير بالقانون؟ طبعا طيب اذا قلنا انفصلوا الاثنين، ولكن كانوا متفقين ما كانوا مختلفين، ومثل ما قلت هي حالات نادره، ولكن يبدا تتزوج والاب وافق انه انا ما عندي مشكله انه يربوا الاولاد معاكي ومع زوجك الجديد، انا يعني في من هي الحاله التوافقيه، وشفنا بعض هي الحالات، ما في مشكله. هلا الحقيقه لما انت بتحكي عن المشاكل، انت بدك تروحي تقدمي طلب للقاضي، القاضي ما بيجيب ولد من بيته بيقول له انه تعال اخذك من امك حطك عند ابوك، يعني قصدي ما في مشكله، بس انه واحد يتنازل عن الحضانه، تنازل الحضانه من النظام العام. لا يستطيع اي طرف يروح يقول انا تنازلت عن حضانه او الحضانه. في ناس بيجبروهم، يعني انا سمعت عن قصص انه ام اجبرت انه هي تتنازل عن حضانه اولادها الحضانه لسبب من الاسباب. الحضانه من النظام العام لا يجوز التنازل عنها سلمى، تنازل عنها بيعرض لمخالفة. ولكن انت قلتي كلمة انه اذا اتفقوا ما في محاكم، طفل عم يربى عند امه وامه تزوجت، ما في شكوى، ما في طلب نزع حضانة، كيف بدها تنتزع الحضانة من الام؟ يعني ولكن اذا الاب راح وقال انه الام تزوجت وانا شايف انه الوضع لا يصلح لي وبقاء المحضون عند امه، فبيحق له يعني اليوم استاذ رنا خلينا نقول انه هي ورقه التنازل يلي الام ممكن تعملها بحاله من الحالات هي ما انا معترف عليها، وجاء بنص القانون تحت تمام. ضغط، تحت تهديد، تحت قوه قاهره، لا يجوز لاحد ان يتنازل عن حضانه. لا يجوز، والعكس احيانا تجبر الام على حضانه طفله رغم انه هي ما بدها. امتى؟ لما بيكون ما في عنده ولا شخص من محارم الطفل صالح للحضانه، بتجي الام تقول لك انا ما بدي اياه، لا، تجبر على حضانه طفله. كثير يجبر القانون كثير تمام هذا الكلام. بس استاذه رنا اليوم عم نشوف انه في امهات كثير هنون عم يرفضوا حضانه اولادهم، انه انا ما بدي الطفل خليه يروح مع ابوه، ولكن هون الحق الاراءه للطفل قبل هي الام يلي هي انه يمكن ظروفها ما تسمح لها انه انا يكونوا اولادي عندي. قانون الاراءه اليوم كيف بيمشي حسب القانون السوري، وكيف ممكن هي تشوف اولادها بطريقه انه منظمه؟ هي او هو، لانه احيانا بيكون معه الولد والولد اللي بده يشوفه، هي في حاله انه اثنيناتهم نفس القانون. يعني شو بيقول؟ لانه هي شو تعريف الاراءه؟ الاراءه هي حق لكلا الطرفين، لاي طرف بده يشوف، حتى الجد والجده لهم حق بشوفه الطفل حفيدهم يعني. فالاراءه هي حق للابوين. هذا الحق، هلا الاراءه يعني مثل ما كلياتنا بنعرف بده يكون في انفصال حتى يكون في اراءه، اما مثل الحضانه بحكم طلاق، واما بانفصال خلاف بدون طلاق. يعني الاراءه ما أنا مربوطه انه يكونوا الطرفين مطلقين لحتى تقدر تشوف ابنها. اذا كان في مشاكل، الام قاعده بمكان والاب قاعد بمكان، الاب اخذ الاولاد وما عم يخليها تشوفهم، تنزل الام على المحكمه الشرعيه بتقدم طلب للقاضي الشرعي، بدها تكون طبعا مع بيان زواج او حكم طلاق في حال كان في طلاق فعلا، بده يكون مع بيان عائلي بيثبت او بينشاف بهالبيان اسماء الاطفال، اعمارهم، ابوهم، يعني المعلومات عن الاطفال. بتاخذ هدول الورقتين معها وبتنزل على المحكمه الشرعيه بتقدم طلب للقاضي، شيء ما لها دعوه، يعني ما لها دعوه محكمه مثل الدعاوى اللي بيصير فيها خصومه، هي طلب لانه هي حق.
فبتقدم طلب للقاضي الشرعي بتذكر فيه انه انا الفلان الفلانية، بتذكر عنوانها المفصل، عنوان زوجها، انه انا اطفالي اعمارهم كذا واسماءهم كذا، هن بيحط بحضانة ابوهم او اخذهم ابوهم لم يسمح لي برؤيتهم، التمس من المحكمة انه تسمح لي برؤية اطفالي في يوم معين في ساعة معينة. هلا كمان هي القراءة اذا ما كانت اتفاقية، اذا كانت اتفاقية مثل ما بدهم تقدر تشوفهم امتى ما بدهم، امتى باي مكان هن بدهم اياه، بس نحن عم نحكي لما بيكون في خلاف حتى ما نون متفقين لا وين المكان ولا اي كم ساعه ولا اي يوم ولا شيء، فهي القاضي بيقرر. هلا بنقول شروط القراءه، ولكن نحن خلينا نكمل حديثنا انه فبتقدم هذا الطلب انه اسمح لي اشوف اولادي بالساعه الفلانيه المكان الفلاني، القاضي طبعا بيصدر قرار بانه يجب ان ترى اولادها بمكان فلاني، طبعا هذا القرار بده يتنفذ، فبيروح عند رئيس التنفيذ الشرعي، رئيس التنفيذ الشرعي بتلتمس منه انه هذا القرار يصير منفذ، وبيقدم اختار للطرف الثاني لحتى يعني بيحط القرار موضع التنفيذ ويجبره ويلزمه يوم بالاسبوع حسب عمر الطفل. العفاف هلا نجي لهي النقطه انه هي شو اوقات القراءه، شو مده القراءه، لما بيكون الطفل عمره يوم لحد الاربع سنوات فبيقول لك هن ساعتين اسبوعيا، لما بين الاربع سنوات والخمس سنوات ممكن يقول لك انه 12 ساعه، لما بيكون الطفل فوق الخمس سنوات فبتكون هي 24 ساعة أسبوعياً. هذا عم قول أنا بحال ما في اتفاق وبحال ما اتفقوا على مكان، وأنا هي النقطة كتير حابة أحكي فيها. هلأ إذا ما اتفقوا فبصراحة بمركز القراءة أو بيسموه مركز القراءة، كل محافظة في مركز قراءة خاص فيها بيشوف الولد الأب أو الأم، يعني أحيانا العكس كمان، أحيانا الجد والجدة بدون يشوفوا أحفادهم، فأنا بنصح هي القصة بالذات يعني على قد ما نحن منشوف المشاهد المؤلمة جدا بمركز القراءة ونشوف النزاعات ونشوف الصوت العالي أحيانا، فإنه والله حرام يعني هدول صحيح. الأطفال أنتم فصلتوا، الطلاق أبغض الحلال بس حلال ما في مشكلة، بس الأطفال على القليلة جنبون هاي المشاهد، هاي الذكريات اللي راح تعيش معهم لحتى يكبروا واللي راح تخليهم بعدين ياخذوا قرارات بحياتهم ممكن طبعا. غلط يعني من هذا الشيء يعني يصيروا اشخاص غير سويين نفسيا. احد القصص عم تحكي عن كيف صارت ملف القراءة نفسه بيلو الايد فيه، يعني انه انا بدي روح شوف ابني مثلا، بتروح الزوجة مثلا عبر المحامي تبعها تعمل سند إقامة انه هي مقيمة بمنطقة معينة، وقت بده يتحدد الموعد بتغير مكان إقامتها، تغير سند الإقامة، بضل هو عم بيلف يلف يلف وما عم يتحدد له موعد ليشوف أولاده أو العكس، يعني نفس الشيء سواء كان الرجل أو المرأة. طيب هي كمان مشكلة حاليا، هلأ ما ممكن يلتقى لها حلول هذا التلاعب على هذا الموضوع؟ هلا والله هو دائما نحن شو ما عم نسد ابواب وثغرات عم يطلع لنا قصه جديده ما بتكون بالحسبان، صحيح. بس يعني مبدئيا وقت عم يتقدم الطلب عم يتحدد المكان راسا بالطلب، فهي بتلتزم بهذا المكان. هلا تغيير انا سمعتها والله تغيير مكان الاقامه هي والله موضوع يعني متعب ومزعج، لذلك انا بقول يعني لو انه يعني برجع بقول لما بيكون في اتفاق غير لما بيكون في خلاف، لانه القانون بيغطي ثغرات كثير ولكن ما عم يقدر يحمي بشكل كامل لا الطفل ولا هي اللبكة اللي بتصير على الطرف الثاني لما الطرف الاول بيتقصد يتلاعب بيدوخه، يعني بيدوخه بالفعل بيدوخه. خلينا نوضح كمان استاذه رنا، دعوى استرداد الحضانه من الام، خلينا نحكي عنها طبعا. بشكل هيك موسع واوضح اكثر كرمال هيك الكل يعني يكون في فكره عنا ما نسمع نحن من هون ومن هون كثير نسمع، لانه انه دعوى استرداد حضانه من الام شو يعني؟ هلا استرداد الحضانه من الام، هلا نحن قلنا في اسباب بتؤدي لسقوط الحضانه من احد الاطراف، خلينا نقول انه الام مثالا انت عم تذكري الام ولكن هو الشيء بيتطبق على الام وعلى الاب، يعني حتى الاب اذا كان في عنده سبب اسقط الحضانه وخلص السبب فنحن بيقدر هو يسترد الحضانه، والام نفس الشيء. يعني اعطيكي مثال عملي، اذا الام تزوجت وشاف القاضي انه مصلحه المحضون ما بقت بوجوده عندها فهو شو بتسقط عنا الحضانه، طيب انتهى هذا السبب، انفصلت الام عن زوجها الجديد يعني مو ابو الولد، انتهى السبب اللي ادى لسقوط الحضانه، طب هي بحق لها تسترجع الحضانه. كيف تسترجع الحضانه؟ بيشبه القراءه نوعا ما، كمان بتقدم طلب للقاضي الشرعي انه انا تزوجت ولكن انفصلت فالسبب الذي ادى الى سقوط الحضانه انتهى فانا بحق لي استرد الحضانه، فالقاضي بيصدر قرار القاضي الشرعي طبعا بانه هاي الام بحق لها تسترد الحضانه، وبيصدر امره بانه تنتقل الحضانه من الشخص الحاضن، بجوز يكون الاب بجوز يكون الجده، يعني بغض النظر حسب ترتيب الحضانه حسب الظروف، فبترجع بتاخذ حضانه ابنها، وهذا هو الطلب الاسترداد الحضانة اللي هو بينطبق عن الأم وبينطبق على الأب.
باختصار هذا. يعني اليوم هيك حكينا عن معلومات تفصيلية مع حضرتك، شكرا لك استاذة رنا ولوجودك، وبنتمنى من الكل الانتباه انه بالنهاية هذا الطفل ثمرة حياة مشتركة، سواء رضينا او ما رضينا رح يحمل اسماءنا، حيحمل اعبائنا فيما بعد. صحيح، فبنتمنى هيك يكون الوفاء للطفل بعين الرحمة. صحيح. وعين الرأفة قبل مشاكلنا، يعني نحن الكبار الشخصية ومشاكلنا اللي ما بتخلص، من حقنا نحن جبنا الطفل ما له ذنب انه يجي على هالدنيا، بس مو من حقنا نعمل فيه هيك. ما بحق لنا نحن. صحيح، لازم نجيبه على دنيا وجو مليان هيك. صحيح. سلام بالمقابل، سلام اكيد. شكرا لك استاذه رنا، وبنتمنى اكيد السلام والمحبه والتفاهم لكل الناس وبين كل الناس.